السلام عليكم. هناك العديد من الأفكار لمن يريد أن يمتلك قناة بها محتوى مميز، ومن خلال فيديوهاتي القادمة سأستمر في عرض العديد من الأفكار، وفيما يلي سوف أعرض لكم على كل فيديو فكرة من أفكار قنوات يوتيوب ناجحة ومربحة، مع عرض أمثال ناجحة بالفعل ومنتشرة على اليوتيوب. فكرة اليوم: بالرغم من أن هذه الفكرة تعد من الأفكار الغريبة إلى حد ما، ولكن يوجد العديد من الأشخاص التي تفضل مشاهدة الحيوانات الأليفة أثناء قيامها ببعض من الحركات المميزة التي تعمل على إثارة الضحك، ولذلك يمكن القيام بتصوير الحيوان الأليف الخاص بك أثناء نومه أو استغراقه في النوم، وأيضا أثناء محاولة إيقاظه أو تقديم الطعام له في وقت متأخر عن ميعاد الوجبة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عمل بعض من النصائح والتعليمات الخاصة بتربية الحيوانات الأليفة وكيفية تدريبها، ومن الممكن قيامك بهذا عن طريق تطبيقه على الحيوان الخاص بك لعمل الكثير من الفيديوهات. تحير عندها النظر، أشمس تلك أم قمر؟ وراح القلب يسألني، أسحر تلك أم سحر؟ تحير عندها النظر، أشمس تلك أم قمر؟ وراح القلب يسألني، أسحر تلك أم سحر؟ أراها المغرب الفاتن، فيه الحب والخطر. المغرب الساحر، فيه الليل والوتر. أراها المغرب الساحر، فيه الليل والوتر. أشمس أم قمر؟ يسألني أم سحر؟ السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير، تكونوا على خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا والف مرحبا في قناه يوميات ام شيماء اللي هي القناه ديالكم. اليوم ان شاء الله نصاوب لكم الكرعين بالحمص، كيجيو زوينين وكيجيو معلكين. كنحتاجو فيهم هنايا، عندي شويه ديال الكرعين، اش من شويه، المهم تبارك الله. بدات هنايا الكرعين، وهنايا اربعه ديال المطيشات محكوكين. عندي هنايا بالنسبه للتوابل، عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الحرقوم، وشويه ديال الكمون، شويه ديال المليحه، وشويه يعني نقول لكم نص معلقه صغيره ديال القرفه، ضما ديال البنه اللي بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، اختياريه. وشويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الابزار، اربعه ديال المطيشات قلنا، وواحد البصله كبيره مشلضه بحال هكا صغيوره، قزبر ومعدنوس، فصوصه ديال الثوم تقريبا واحد الفص ديال الثوم كله. عندي هنايا الزيت، عندي زيت رومية نص كاس مع مرش، دوك الكيسان الصغار. وعندي هنا الحمص فزكتو ليلة كاملة، فزكتو ليلة كاملة. دابا ان شاء الله غنبدا على بركة الله وقبلوا على التصوير هذا. هنا غندير واحد شوية ديال الزيت، غندير قزبر ومعدنوس، غندير مطيشة، غندير بصلة، غندير
ديال العطريه غندير الثوم غنفرت ديك الطامه ديال البنه الا بيتو ما ديروهاش ما ديروهاش ولكن صدقوني والله الا كيجيو هاد الكريم كيجيو زوينين غتشوفوا بعينيكم كلشي بهذه الطريقه هذه انا هكا كندير لهم وكل واحد طريقته غندير داك غنديرهم دابا فوق البوطه عاد باش غنزيد عليهم الحمص ها هما الكريم ديالي ها هما دابا غنزيد عليهم دابا ان شاء الله الحمص وندير لهم الماء السخون انا راني غليت دابا الماء السخون غنكبو عليهم ان شاء الله وغنسد عليهم نخليهم طيبوا ليا ها هما الكريم ديالي راه صافي ديك المريقه شحرات ليا دابا غنزيد عليهم ان شاء الله الحمص وندير عليهم الماء السخون ونسد على الكوكو ديالي طيبوا ليا ان شاء الله وانا معكم دابا غنزيد عليهم ان شاء الله الحمص دابا غنسد ان شاء الله الكوكو ديالي طيبو ان شاء الله ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش غيكونوا ها دابا غنسد على الكوكو ونرجع معكم ان شاء الله ملي يطيبوا الكريم ها هما الكريم ديالنا ما شاء الله راه جاوا معسلين جاوا معسلين مريقه خاطره دابا ان شاء الله غنطفي عليهم ان شاء الله ونحطوا الغديوه ديالنا وبصحتكم وراحتكم ونتمنى هاد الكرعين هادو بالكرعين هاد الحمص هاد الكرعين بالحمص يعجبكم ان شاء الله راه كيجيو زوينين بهذه الطريقه هادي والله الا زعما ماشي كنشكر فيهم حيت انا صوبتهم كيجيو يا سلام يا سلام يا سلام يلا غنحطهم دابا ان شاء الله ونقدمهم لكم في الطبق ديال القديم ان شاء الله تحير عندها النظر أشمس تلك أم قمر وراح القلب يسألني أسحر تلك أم سحر تحير عندها النظر أشمس تلك أم قمر وراح القلب يسألني أسحر تلك أم سحر أراها المغرب الفاتن فيه الحب والخطر المغرب الساحر فيه الليل والوتر